إلى نيابة أمن الدولة العليا، وقال المستشار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أنه أمر بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في أحداث الشغبة التي شهدتها مباراة الأهلي ومنانا الجابونة التي أقيمت باستاد القاهرة يوم الثلاثاء 6 مارس 2018، لما تبين أنه ما حدث من أحداث لا علاقة له بتشجيع النادي الأهلي، ولكنها انطوت على ما يمس سلامة وأمن البلاد. وهنا مكمن الخطورة الكامل. هذا البيان الذي قرأته مجرد لعب كرة. هذا البيان الذي قرأته وصفته بالمقتضب إلا أنه زاخر بالمعاني. مليان مليان لما نتمعن في كل المعنى الوارد في شأنه. موضوع بقى واضح لدى النيابة من خلال البيان ده، ان الموضوع ما بقاش كوره، ما بقاش خلاف بين اولتراس وامن، ما بقاش غير بقى خلاف ان الجماهير من حق المدرجات من حق الجماهير، لان احنا تجاوزنا المرحله دي خلاص. الامن متفق، الجماهير حضرت اكثر من مره، اشمعنا مع هذا التوقيت وهذا التزامن اللي اخترنا فيه ان يبقى استاد القاهره هو يعني يستضيف هذه المباراه، وضحينا بإيراد أكثر من 40,000 متفرج عشان نأكد، وقلنا سبب اختيار استاد القاهرة. فكل شيء ماشي كويس جدا. أنا كنت خايف من إيه؟ من المشكلة تحصل بره قبل المباراة، إن اللي عايزين التذاكر وما خدوهاش هم اللي عملوا مشكلة. لم أتخيل إن ما زال هناك من يريد الشر لمصر وللكرة. للكرة، أنا وأنا بقول الكرة يا أستاذ إبراهيم، ما تيجي بنتكلم كلنا كده دون التزام قوي بالنص اللي قدامنا، لأن هنوفيه حقه. أحيانا المسؤولية قد تصل بك إلى شعور بالخجل. لما أنا عشان أروح ماتش كورة وأنا مؤمن وقاعد وعندي طرف ان كل مشكلتي عدم الحصول على تذكره، او كل فرحتي ان انا حصلت على تذكره، او ان انا قاعد مأمن وضعي وانا بشجع انا اسرتي، الاسر بتروح دلوقتي المباريات، مش قادر ادرك بمسؤوليه ان تمن دي بيدفعوا ناس بدمهم قاعدين بيحاربوا، بيسقط منهم الشهداء. صحيح. في معركه داريه هي الحرب بعينها. صحيح. امريكا بعظمتها، روسيا بعظمتها، لم تستطع أن تخوض حرب الجبال، حرب الصحراء، وما زالت أقدامها مغروزة هناك ولم تتخلص من بؤر الإرهاب. فعندما يصدر العالم إرهابه إلى سيناء خلال الخمس ست سنين الماضية، ابتداء من 2011 لحد، يعني طبعا زي ما بيقولوا ايه، اللوكشه الكبيره كان في اول سنتين. اي حدود مفتوحه، ما حدش بيقول لواحد انت رايح فين يعني. وده بيبان قوي يا استاذ ابراهيم في كميه الاسلحه المدفونه، كميه الانفاق اللي بتكتشف، وكميه الجيوب اللي بيعصر عليها، والشهداء وحجم الشهداء. اذا هي معركه داريه بين مرتزقه مدربون مدربين مدربين، صلح ورايا انت عشان ما نبوظش الاجيال لا الاجيال كمان اللي طالعه تعلم مننا غلط ليه؟ صحيح. انا راجل بغلط وانت راجل بتصلح. لا انت استاذ. لا في اللغه انت استاذ. لا استاذ. فانا ارى ان يعني ازاي انا وانا قاعد بتفرج على مباراه كره قدم كل غضبي ان واحد رمى شمروك وحد حب يقول له ده مش قانوني، او واحد حب يشتم والناس قالت له وقف عندك. الله، ما هو لازم كمان الناس اللي بتتشتم دي والمسؤولين يشعروا ان وراهم ظهير شعبي قوي يشعر ممتني ليهم. لازم لازم كرة القدم دي تبقى عنوان التعبير عن امتناننا بما يحدث من تضحيات عشان نقدر نلعب كرة قدم، مش نشجع عشان نقدر نلعب كرة قدم. فأنا أشعر بالخجل، أشعر بالخجل كلما طالعتني الأنباء بشهيد بجريح، وأرى أمهات صابرات وأباء يقول لك عايزين نقدم بقية ولادنا.
وجنود بواسل يدفنوا زمايلهم ويصمموا يرجعوا الى الميدان، وواحد رجله تتقطع يبقى كل همه انما تعقوش على انه يرجعوه يكمل، وواحد يرمي نفسه على كمين علشان ينفجر فيه ويحمي زمايله، وسايبين كل ده وعمالين نهري، وعندنا طرف التنظير وطرف التقييم وطرف الـ يعني انا يعني هذا منتهى الظلم، هذا منتهى الظلم. في نفس الوقت بقى تعالى نرجع للمشهد الرياضي والكروي، هنرجع له باستفاضه كبيره يعني، باستفاضه خاصه. انا هقف معك خلاص باستفاضه خاصه، بس انا والله كلمتين مزعلني، انا شاعر بالخجل وانا قاعد مع حضرتك وبنتكلم في كده، وفي ناس شهداء ليتني اصغر سنا. ربنا يديك الصحه.